رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، وبما ان احنا نتكلموا على الاعمال الرمضانيه والدراما والفن والتمثيل، خلونا نستقبلوا نجم ليبي من مدينه بنغازي الحبيبه الفنان هيثم درباش. مرحبتين وكل عام وانت بخير يا هيثم. اهلا مرحبتين بكم، كل عام بصحه وسلامه يا رب ان شاء الله ديما ملتمين. وانت بألف خير هيثم. بداية كلمنا على شهر رمضان والأجواء متاع شهر رمضان في مدينة بنغازي. انت عارف شهر رمضان شهر محبة وفي طقوس خاصة، ولكن كيف احنا فنانين وخاصة في إنتاج عمل يمشي الوقت كذا وبين فترة الإنتاج وفترة الإعداد والتجهيز وفترة خاصة العمل نزل في النص الثاني من شهر رمضان، فكان كذا ضغط في فترة المونتاج، لكن عرفتها وشارف. طيب هيثم، انت سنة قدمت خيطي ميطي، لو تكلمنا على خيطي ميطي كيف بدت الفكرة معاك هيثم؟ هي خيطي ميطي هي فترة تدور في فكرة عمل، عارف أزمة خصوص عندنا، أزمة أفكار الأخير أغلب الأعمال كذا توارد أفكار أو قريبات من بعض، لكن خيط ميتي كانت فكرة فيصل الثورغي وإعداد عبد الله وكتب الفنان المتألق حقيقي ونعيده عليه حتى هو أستاذ محمد الثوري. فكرة الشاب دليفري وكل مشوار كشف الدستور وكل حلقه في قضيه وكل حلقه في خط اخر، العمل بشكل كومي درامي تمام. وش نجاح الجمهور تمام. هيثم، لو تكلمنا عن الشغل مع الفريق الاساسي المتكون من فيصل الثورغي والكاتب محمد الصهبي، تقريبا لقب صلح لي لو كان لقب غلط ذكرته، والمخرج محمد بيدس. محمد بيدس المخرج، محمد بيدس اول مشاركه له، هو مخرج افلام قصيره حتى على العديد من الجوائز، والتنفيذ كان في شركه الشاكر. العمل الاسماء هذه يعني العمل خيطي ميدي، وحاولنا نديروا وجبه كيف افطار رمضان بارك. الحمد لله يكفي ان كانت كيمياء موجوده بين فريق العمل، وكانت حتى في الفنيين في الكاست حتى في الفرق، وتعرف المرحله الاخيره هذه صعبه شويه، لكن الحمد لله ربك ستر. تمام. رويده خلي تو سؤال نور تساله بس نعيد عليك استاذ هيثم، كل سنه وانت طيب. كل عام وانتم بخير يا رب وصحه وسلامه. سلمك. معاك نور الشيباني راح تسألك. الفنانة نور الشيباني برضو ممثلة حابة تسألك سؤال هيثم. حنسأل خيرك تضغطوا علي. أهلا، كيف حالك أستاذ هيثم؟ كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير، منورة ومتعلقة دائما. شكرا. بنعاد عليك يا رب. إن شاء الله يا رب. حابة نسألك كيف كانت أجواء التصوير والخفايا وراء الكواليس؟ طبعا كل عمل وفيها كوارث كثيرة. ها؟ أنا جبت السؤال وماشي نجيب فيه جاوبني، تعبت نفسيتي. أنت بالذات تخوفي، بالذات تخوفي أسئلتك أنا عارف. لا والله أصلا السؤال مش مني، نط جريتا وجيت بشق له لك، لأن الأستاذ محمد منير مش عاطيني فرصة ندوي، هذا علاش. لا لا معلش، حلوها المشكلة. يا ما انحلتش، انحلت الضحكة. كنا نتعاركوا احنا قبل. يلا تقدر. طبعا ما يخلاش عيادي 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 صوت كبير ان شاء الله عيادي. وانت طيب. ايه تمام. سالتك سؤال نور، عودي لسؤال، سمعت نور السؤال اللي جاوبك؟ مش لازم اجاوب مره ثانيه. تمام. ميجو حاب يسال سؤال الفنان. طيب انا حابه نسال سؤال. طبعا نحكوا على مسرحيه المخرج الفاشل اللي تم الاتفاق مع قناه وعد لعرضها في ايام العيد، احكي لنا عليها شويه استاذ هيثم. طبعا المخرج الفاشل كانت انتاج 2016، مخرج الفاشل وعرضت
في مسرح جوال. مسرح جوال طبعا هذا يقع في مدينه شجره، كانت وسط البلاد اللي كان فيه الشبكات وكذا. مسرح غير جاهز على الارض. افتتحنا به المسرحيه المفرجة. وكان حضور مميز. في عندي سؤال، هل هو خلاص هيدن، هل هو المخرج اسمه الفاشل ولا المسرحيه اسمها المخرج الفاشل؟ اه اوكي، حسابك تدعو على شخص. تمام استاذ هيثم، نسمعوا فيك. نور ديما تحب تقطع. تمام. لا كنت بشارك الحق، ما فهمتش، تحسبني انا يعني قلت المخرج المسرحيه فاشل، بس هي المسرحيه اسمها المخرج الفاشل. باهي ليش سميتوها المخرج الفاشل؟ شوفي هو اصلا لا حول ولا قوة الا بالله. طيب استاذ هيثم تفضل. هي مازال ما شافتها بس. ما هي كانت تبي، ما هي كانت تبي تنزل معاك تحسبها فاشل رسمي بس تعطي رايها في الموضوع. بتستفزني عارفة. استمر خلوه يجاوب بس. تمام استمر هيثم، نسمع فيك. نسمع فيك استاذ هيثم. المسرحية مش فاشل أصلاً، مشهد تدريب ما ستوب عاود. ايه خذيت المشهد التدريب كنا ناخذه فيه في المعهد العليا في كلية الفنون، درت لها اعداد وهي اسقاطها لمش هو يخرج او اي حد هو يقعد استاذ. بس الوقت عندنا مواهب محتاجه حد يدعمها، حد يصب. صحيح محتاجه حتى. فكنت واخذ شخصية واحد حط في الشارع، لقيت بروفا ناقصنا واحد مشي معنا، حتى معاهم في الشغل بتاعي. موافق ان شاء الله، موافق يا رب. تمام استاذ هيثم مسيميكو حابب يوجه لك تحيه. لا مش بيسال، قال بيمسي عليه. مش بسال انا. اهلا استاذ هيثم، شو الاخبار؟ ونحب نحييك على مجهوداتك. نحب نحييك على مجهوداتك واعمالك، ونحب نقول لك راك ولد بنغازي، ولد بنغازي كيف ما تقولوا انت، مبرر راك فايز. شكرا لك استاذ هيثم. حبيبي والله تسلم. الشهاده عبد الخير. سلامنا وانت بخير وسلامنا من هنا لكل اهل بنغازي الحبيبه. نقول لكم كل عام وانتم بالف خير، ونورتنا نجم من مدينه بنغازي، ونحيي كل نجوم من مدينه بنغازي ودائما متابعين لاعمالكم، وشكرا لك مره ثانيه. كلموني ويدور فرصه عمل. شكرا لك، في امان الله. طيب بما ان احنا حكينا مع استاذ هيثم وذكر نقطه مهمه، ان الشباب المواهب الجديده اللي ما لقتش دعم، وتصحيح انا على كلامك ميجو، حسيتك عندك نيه تمثل لكن ما لقيتش شكون يدعمك او يعطيك الانتاج المطلوب بحيث انك انت توصل فكرتك. احكي لنا شويه على هذه. ما يعطوني فرصه اصلا، فهمتي؟ ما يبوش يعطوني ليش؟ فرصه. السبب يقول لك مسي ميجو بشعبيته بجمهوره في مجال الراب كذا، فلم هو انا في حد ذاتي، فلو جاني مثلا موضوع زي تو منين نمثل في مسلسل او في فيلم، فأكيد مش حناخد دور أي دور عادي وخلاص، بصفة إني مشهور معروف الناس يعرفوني، يعني مش أي دور حنمثله، أكيد حنمثل حاجة كويسة. أكيد أنا عندي ثقة في نفسي كبيرة إني أنا نمثل. خلاص حنديروا مسلسل أنا وياك. باهي نور. على طول يا برادر. لأن أنت مش يعطوك فرصة وأنا مش يعطوني فرصة. طيب تسأل فيا. نور نور شفناك في مسلسل مع شفناك في مسلسل كوميدي مع الممثل خليل السوري، أكيد موجه له تحية. كان في أطفال مواهب معاكم يطلعوا ويطلوا علينا أول مرة، وحسيتك أنك أنت يعني جدا متفاعلة مع الوضع، وكأنه بجد لأن احنا صدقنا أن هي عائلة. أول شيء برافو عليك، هذا لو يدل على شيء يدل على انك انت انسانه متمكنه من الشيء اللي تقدمي فيه. ثاني شيء حسيت او حبيت فكره ان يعني ممثله بحجم نور الشيباني او بشهره نور الشيباني قاعده يعني تمثل مع اطفال اول مره يطلعوا علينا في الشاشه، واتقنتوا الدور والله. خصوصا تفكر لك في موقف كان بتاع العيله لما هو الراجل خاش وانت ولدك قاعدين هو يتفرج على التلفزيون، الولد الصغير قعدتوا تدربكوا هيك، فحلو اكثر موقف شدني. احكي لي ان لما لو هذا انت كل السؤال رويدة. لا لا السؤال ليك، سؤالي طولت اوكي ما هوش نشرح لك ممكن تمدح في العمل ستيب باي ستيب. سبيت سبيت يا جماعه. طيب سؤالي ليك، لو نعرض عليك عمل وكنتي انت البطله فيه ومعاك الكل الكادر يعني كل الممثلين وجوه جديده اول مره يطلعوا، حتقبلي او ترفضي؟ على حسب العمل. انا ما يهمنيش
البني ادم اللي جنبي لازم يكون مشهور ولازم يكون فنان. بالعكس نحب نحب وجوه جديده تطلع على ايدي، حاجه تفرحني هلبا، ما عنديش اي مشكله في الموضوع. تبي نقول لك اجابه طويله نفس السؤال؟ برافو، لا حسيت نفسي طولت حتى اجابتي مختصره لحد ما نسيت السؤال الاول. هو على فكره مش هذا السؤال، مدحك لي ولتمثيلي في شيء، يعني هذا كله من دوخك. شكرا لك. تسلم. تمام. مهند سراج ان هو رابور ماليش علاقه بالتمثيل، وقال اننا نحب نمثل، لو جاني عرض في المستقبل يتكلم على مثلا على الشاب الفقير، الشاب اللي هو مثلا حاب يوصل للهدف متاعه، فاكيد مش راح يتاخر. هل ممكن نشوفه مهند من فنان مغني لممثل في المستقبل؟ ليش لا؟ انا مش معترض بالفكره هذه. اوكي ممكن، ونعرض علي شيء فيما سبق يعني السنه اللي فاتت. ايه بس رفضت لانه ما شافنيش وانا ممثل، بس انه هو شافني اني انا شكل او كاريزما وشكل، فانا ما عجبنيش الموضوع هذا فرفضت طول وقتي ما خليتهاش يكمل. باي انت حابب الفكره مثلا؟ اكيد باي مثلا نفس السؤال لك، حتى على مصلحة قلت له باي عادي نفس السؤال. لا مش ديات ميجو ما مشاش معي مش بعد في شكل معين هيك ناخذ فرصتي في الشاشه، في وجوه جديده يختار فيها بالطريقه هذه. يعني لو نسألك نفس السؤال سألت المهند قبل شوية أن لسراج نعتذر، شنو هو العمل اللي تتمنى أنك أنت تشتغله أو الشخصية اللي تتمنى أنك أنت تمثلها؟ يعني مش أكثر من دور رئيسي، مش بطل، مش على الدور، دور مش دور رئيسي، لا الشخصية كان. الشخصية بتاعك شو تتمنى؟ عادي عادي يعني مش إشكالية، في الأخير أنت بتمثل يعني. لكن بنقول حاجة بس المهند تطلع. يعني لو في مخرجين كبار في السينما الأمريكية والعربية مثلا، كان عندنا الأستاذ مصطفى العقاد، في شخصيات في أفلام كانوا أبطال اختارهم بالطريقة هذه، يعني مجرد شافها حس إن في عنده كاركتير معين مع التدريب وينجح ويصير ممثل. أيوة يعني محمد رمضان، محمد رمضان هيك فري ستايل لقطه شدت معاه، شدت معاه شدام، انت فرصه ضيعت. خاش لي سعيد صالح كان في مسرح وقتها، مش نصيبي، واحد قال لسعيد صالح انا خش له، حضرت القصه نتاعها انا جابوها كلها، فشدت معاه حتى هو هيك كاريزما دار لقطه نجح. خطوه نجح رويده، ميل تبدا بخطوه يا صح. لو نسالك انت رويده توا، انت برضه مغنيه، على شنو بتسال؟ لو سالناك انت من مغنيه لممثله، هل ممكن نشوفوك حتى انت يوم من الايام نعرض عليك عمل وشفتي فيه نفسك او شفتي تقدري تقدمي فيه شيء، هل نقدر نشوفوك فيه مثلا على الشاشه؟ والله مش حنقدر يعني اني نمثل دور مثلا دراما او شيء، لان بصراحه انا ماهيش موهبتي، ما عنديش فيها ممكن الملكه هذه، بس ممكن لو ينعرض علي دور اني انا شويه قريب من حياتي، قريب من شخصيتي، كاني انا عايشه يعني على طبيعتي، يعني دور مثلا مطربه فنانه تغني، ممكن اي نفكر فيه نقبل او لا. بس لو تقول لي خذي دور يعني يكون بعيد على شخصيتي، صعب، لا مش حنقدرها وحنرفض اكيد. تمام. شيبة شيبة برضو انت عندك موهبه التمثيل، وهذه انا عارفه الشيء هذا. بيكون اعلامي بيمثل؟ لا 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 مش نفس السؤال، بس انا شفتك في مسابق في مشاريع تخرج بتاع زملاء واصدقاء ليك، استعانوا بيك لانك عارفينك عندك قدرة التمثيل، بما فيهم زملائنا برضو أحمد الشامس وأسامة الشامس، في مشاريع التخرج متاعهم أنت كنت الممثل. صح. هل ممكن نشوفوك حتى أنت في الدراما، في الكوميديا، في شيء في التلفزيون مثلا؟ أنا في التلفزيون جربت العام اللي فات بس مع الأستاذ أنور البلعزي وأحمد كعيب في مسلسل قابينة حلقتين، في حلقة كنت واخذ دور مراسل سوري، وفي حلقة كنت واخذ دور ممرض. بصراحة يعني قلت لك حاب نعيد التجربة، ولكن شنو تكون في حبكة درامية أكثر يعني. تمام. طبعا حاليا قاعدين نشوفوا في هلبة شباب قاعدين ياخذوا فيهم يعني وجوه جديدة. صح. مذيعين بدون ممثلين. فبدت نقدر نقولوا فعليا يعني بدت الدراما الليبية أو الفن التمثيل يعني بدأ يتحرك في ليبيا، وهذا شيء نتمنى نشوف هذا يستمر، مش في السنين هذه بس، لكن نتمنى الإنتاج يستمر في الدراما الليبية حتى تطلع للعربية إن شاء الله، للوطن العربي يعني. إن شاء الله يا رب. حاليا هدرزنا تكلمنا وكان معنا قبل شوية الفنان هيثم درباش على سكايب من مدينة بنغازي، نوجه له التحية مرة ثانية. تو نبغى نسمع أغنية بصوت مهند، مستحيل إنك أنت تكون معنا في الحلقة وما نستغلوش صوتك الجميل ونسمع. شو حابب تسمعنا يعني؟ شو حابب تسمعنا يا غالي؟ والله نسمعكم عمل وتو نزل في حلقة من حلقات وعد شو اسمه للسيد الساس. فهم ريدو نفساني حاجة زيكي. نعم؟ فهم ريدو نفساني أو حاجة زيكي. بالضبط، للسيد الساس، كلمات الأستاذ الشاعرة فدوى دوزان، كان من نصيبي فلحان، توزيع وتنفيذ محمد العموش وأستاذ أيمن الخباط.
يعني حقيقة العمل بسيط ويعني ممكن تنفذ في يوم. في يوم عموش في يوم صح؟ في يوم تنفذ يعني. تمام نسمعوها اليوم، نسمعوها اليوم مرة ثانية من بعد ما سمعناها في وعد شو، نسمعها حتى في بعيدين باش حتى الجمهور اللي ما سمعهاش يزيد يسمعها بصوت الفنان مهند عبود. نطلب من الفريق بس يجيبوا لنا المايك باش نسمع الأغنية من مهند. تفضل مهند. فيه اللي مريضه نفساني ودمع راسه وراس الناس، متعب من الأحقاد يعاني وقلبه للسيادة ساس، يضحك في وجهك بالعاني وعنده في الطيبة فلاس، خرابة من الداخل حباني سلبي هالبالي نخلص، عيش تحية وهو الجاني خونه يطمع في الاخلاص، لو تنزل يعاود تاني اصلا جد بلا احساس، يحب ينكد عدواني يعني من قهر الوسواس، شعاره اهلا باحزاني ودمع عيد اليوم كداس، طاقه سلبيه يا اخواني والمعدن قشره ونحاس، مغرور واشهد يا زمان من الأساس، نتحسس منهم تلقاني خلايق معجونة والياس، جيبوا الهم في ظروف ثواني يبكوا حتى في الأعراس، محروق في وزل الماني مرضي وإن شاء الله اللباس، ولعمر الشيطان غواني لحياتي يكونوا مقياس، بلاهم طرب من غني ونعبر بإحساس. صح مهند عبود، أغنية جدا رائعة، كلمات جديدة. هي الفكرة إن شوف احنا تكلمنا على فئة معينة اللي هي إنك أنت ماشي في حياتك ما كان فنان سباك خضر اللي تلقى من بيشدها في جرتك على فكرة يعني. أكثر حاجة تجذبني في صوت مهند إنه هو عنده إحساس. إحساس كل كلمة يقول فيها يحس فيها. مهند كتلة إحساس. صح صح مهند، إحنا ما زلنا مستمرين في حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.